صوت الرب على المياه يهتف قائلا هلموا خذوا جميعكم روح حكمة روح فهم روح اليوم طبيعة المياه تتقدس والأردن ينشق وتمسك مياهه عن الجاري إذ يشاهد
أجد سيد فيه مغتسلا. الخلاص وصرنا واحدا آمين. لأنك بدافع المحبة أرسلت ابنك يسوع المسيح إلى العالم. قلوبنا وخدعنا أنفسنا في قلة الرحمة لدينا، لم نعد نرى يسوع في أولئك الذين يختلفون عنا. على صفحة 5، أحمدك بكل قلبي. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: بالحق أتوجه الأقوياء ولا أن أقول الباطل. كثيرتا حيث الإساءة والاتفاق حيث الخلاف والحقيقة حيث الضلال. ويكون مكان يستقبل الكل من كل أرجاء العالم. أبنائي، ربنا يحمي يبارك ويحفظ الجميع. اليوم نبدأ بمعيتكم نيافة المطران مع الجميع، وسبق أنه قيمت صلاة في هذه الكنيسة يوم 6/1، واليوم هذه بحكم جلالة ملكنا المعظم اللي منصلي من هذا المكان المقدس من أجل صحته حتى يدوم على هاي البلد ملك وتاج ورأس، حتى ربنا من فوق يحمي بلدنا من كل الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ويحمي كنيستنا المقدسة كنيسة هاي البلاد حتى تحافظ على الهوية المسيحية وعلى على الوجود المسيحي اللي حافظت عليه طيلة 2000 سنة. بدي اليوم صلاة شكر لربنا بشفاعة كل الآباء القديسين والنساك اللي عاشوا بهاي المنطقة بهاي الأبرشية. بصلواتهم نطلب إنه ربنا يتقبل صلواتنا معهم حتى يحمي بلدنا، يحمي منطقتنا كلها،
توقف الحرب في غزة، يحمي جيشنا العربي على الحدود وين ما كان، لأنه بتعرض لضغوط كثيرة. ربنا يحمي بلدنا وجيشنا العربي وقوات الأمن حتى يبقى الأردن آمن ومستقر. بعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد، احتفلت الكنيسة الأرمنية بعيد الميلاد وعيد الغطاس في 19 من الشهر الجاري. وبعد إلغاء كافة مظاهر الاحتفالية، استقبلت مدينة بيت لحم موكب نائب بطريرك الأرمن الأرثوذكس المطران سيفان غاريبيان، وكان قد انطلق الموكب من مدينة القدس وصولاً لساحة المهد، حيث استقبله حجج من الكهنة ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون سلمان وأعضاء المجلس البلدي ومسير المحافظة واللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس والأجهزة الأمنية وعدد من الشخصيات الرسمية. إذن اليوم عيدنا نحن للأرمن الأرثوذكس، وبنرحب بكم كل عام أنتم بألف خير، إن شاء الله كل شيء تمرق بالسلام مثل ما رأوا الباقين، وإن شاء الله يرجع السلام للبلد، لفلسطين، لأوكرانيا، لكل بلاد بالعالم. الحرب ولا مرة هي نتيجة ولا مرة هي مفيدة، كلهم بيخسروا، ما في ربحان ما في خسران، كلهم بيخسروا على الطرفين، كلهم بيخسروا اللي بالحرب. فإذا نتمنى أنه يرجع السلام بأسرع وقت، يقف الحروب ونحن نرجع لإيماننا، لإحترامنا، لكرامتنا، ونعيش بالمحبة وبالسلام، ودائما نشكر ربنا على كل شيء اللي عطانا. كل عام أنتم بألف خير. وبرائحة البخور
وبوقع الترانيم الأرمنية سار الموكب ليصل إلى بلاط الكنيسة إذانا لإقامة قداس منتصف الليل. ونحن طبعا نشكر دائما للدول العربية، بعد المجزرة الأرمن استقبلونا وفتحوا بلدهم، نحن استقرنا في الشرق الأوسط، في لبنان، سوريا، أردن وفلسطين، ونشكر فيهم كتير. الحمد لله هلا في تقريبا أكثر من مليون أرمني في الشرق الأوسط، أول كان طبعا في أكثر، هاجروا لأرمينيا، هاجروا لشو اسمه. وهذا بتمنى يكون سلام لكل الشعوب اللي هون اللي عندنا في فلسطين. احنا هون في يوم عيد الميلاد على الطائفة الأرمنية بنستقبل البطرق، وكلنا أمال إنه الوضع يتحسن والسلام يعم، وإنه الطوائف المسيحية تتوحد في عيد واحد، كان عيد الميلاد المجيد أو في عيد الفصح، لأنه هذا مطلب كثير ملح للطوائف عشان تتوحد. ورسالتنا دائما رسالة إنه يحل السلام في أرض السلام، وغزة كمان يطلعوا من هالأزمة اللي هم فيها ويحل السلام ويوقف القتل في غزة. نتمنى الخير والعدل والسلام يحل في ربوع بلادنا، وأن تتوقف الحرب الحمقاء على غزة، وأن يتوقف مسلسل التشريد والاضطهاد، ويحل العدالة على جميع المستويات، وخصوصا أننا نعيد بعيد الميلاد وهو عيد السلام، عيد المحبة، عيد الإنسانية، وأن يتوقف الحروب في جميع أنحاء العالم ولا سيما في الشرق الأوسط، لأن هذا مطلب شعبي وسماوي وإنساني. وتوجه الموكب لقاعة الدير الخاص للكنيسة الأرمنية لتلقي التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد وإلقاء كلمات من قبل المؤسسات. اليوم حزين، حزين كتير، الساحة فارغة من المحتفلين طبعا، لأنه الآلام واحدة، آلام غزة، آلام فلسطين، كلها تتجسد هنا في ساحة المهد. نتمنى أن تكون الأعياد القادمة بأفضل من هذا اليوم الحزين. كل عام والجميع بخير. وبهذا تختتم الأعياد الميلادية المجيدة التي اقتصرت على الشعائر الدينية داخل الكنائس، نظرا للأوضاع التي تعيشها البلاد من حروب واستمرار العدوان على غزة، متمنين أن تكون سنة خير وسلام خالية من رائحة الحروب، وأن تعود الأعياد الميلادية المجيدة بكل سلام. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، بيكفي مقاسي وعود وكلام، طلاب المدارس وجراس الكنايس والجندي والفارس وصوت الأذان كلن عم بيصلوا تيعم السلام. لنرسات مارلين الحدوى من دير كنيسة الأرمن بيت لحم. الوطن الذي يعتز ويفخر بأنه احتضن الحدث الخلاصي العظيم عندما اعتلنا، وأنه لولا هم احنا ما كنا. حب الوحدة بقدر ما لازم نسعى إليها، يعني خلينا يكون عنا شوية تواضع. بالنسبة لإلي أنا أسبوع الوحدة كتير هام وبحبه كتير هذا الأسبوع، خاصة إنه بالسنوات الماضية في الحديث عشان ما أزعل رأس الكنائس أو أزعل بعض مني، لكن نحن إذا ما حكينا بصراحة وحطينا إيدنا على الأصبعنا على الألم والجرح اللي إحنا عم نعاني. دائما متابع لتاريخ الكنيسة وبعرف بعض التفاصيل. مجمع نيقيا كان كتير كتير مهم، لأنه جاء بأمر وتوجيه وقيادة من الإمبراطور قسطنطين اللي وحد المسيحيين في كثير من الأشياء اللي عملت. يعني هو
هو الذي جعل المسيحية دين رسمي للدولة الرومانية وساعد في انتشارها. وفي هذا أهمية هذا المجمع كان هناك أكثر من نقطة تمت مناقشتها، أهم نقطتين تم مناقشتهم ولولا هاي المناقشة وهذا النجاح في هاي المناقشة، أولا تفنيد بدعة أريوس، لأنه لو نجحت بدعة أريوس كان دمرت الديانة خطر العقيدة. نعم. النقطة الثانية اللي عمل عليها مجمع نيقة هي وضع معادلة للاحتفال بعيد القيامة. عيد القيامة كان يحتفل فيه في أي يوم من الأسبوع، أحيانا بعد عيد اليهود، أحيانا قبل عيد اليهود، أحيانا في وقت مثلا. في نقطة مهمة أثارها قسطنطين وهي أنه لا يجوز لفئة من المسيحيين أن تحتفل بالعيد بينما فئة أخرى ما زالت صائمة في الصيام الكبير. ففرض هذا، فرض الدعوة لأجل وإيجاد معادلة، فجاءت هاي المعادلة واحتفل فيها الناس وصاروا يحتفلوا بعيد القيامة وظلوا ماشيين على هاي المعادلة لغاية اليوم. نعم. طبعا الآن في شوية اختلافات. نعم. لما نحكي نؤمن بإله واحد. نعم. آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، السماء والأرض تحتوي على خليقة الله كلها. نعم. فشعار السنة أحبب الرب إلهك. نعم. ومنبلش نفس مبدأ قانون الإيمان، هاي القوانين السماوية، وحدة المحبة، وحدة المحبة ثابتة، أحبوا بعضكم بعضا. هل نحب الوحدة؟ محبة مش الوحدة. لازم نحب الوحدة بقدر ما لازم نسعى إليها. نعم. نسعى للوحدة، تمام، خلينا نعمل الإشي بعدين نحبه، ممكن تكون نتائجه أفضل. نعم. مش كل شيء بنحبه ممكن نبدع فيه، ممكن انه نعمل هالشيء بعدين نشوف النتائج قديش بتكون مبهره. نعم. قديش بتكون محبه، قديش بتكون منتجه. نعم. بدي احكي عن المحبه، بدي احكي عن القانون، بدي احكي عن الانتاج، بدنا نحكي عن كثير تراكميات بتكون فوق بعضها. نعم. ما بدناش شيء فوق بعضه، احنا بدنا زي حلقات تكون مربوطه مع بعضها. نعم. تعطي جماليه افضل، اما شيء فوق بعضه شيء بغطي على شيء فيما يتعلق في المحبة. في أسبوع ما إيش بتقولي في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة؟ بهالمناسبة. نعم. بدي أحكي لكل مترني، لكل إيش اسمه روم كاثوليك، ملكيين كاثوليك في العالم. نعم. كله، كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة اليوبيلية 300 سنة على إعادة الوحدة مع الكرسي الرسول لروما. نعم. من 1724 إلى 2024، 300 سنة. أحسنتي. لازم نتطلع خلال ال 300 سنة شو القوانين اللي انحطت وشو القوانين اللي تعدلت وشو المجامع اللي صارت وقديش احنا هلأ بحاجة لمجامع خلقونية، بحاجة لمجامع مسكونية، بحاجة لمجامع مسيحية، بغض النظر عن أي شيء. أول شيء تجمعنا المحبة علشان نعرف نحط قوانيننا التي تتلائم مع حياتنا، وقبل ما تتلائم مع حياتنا تتلائم مع قلوبنا في كيفية أنه خايفة على مصلحة كذا، خايفة على مصلحة كذا، خايفة على نتيجة كذا. الإعلام هو انعكاس للمجتمع. لا. والإعلام هو عبارة عن يعني مرأة تعكس شو فيه. لكن أنا بأمل أنه الإعلام كمان يكون له طابع تقدمي، طابع وحدوي. للأسف معظم إعلام المسيحي هو إعلام طائفي، يعني كل طائفة إلى إعلام وهذا حقها. نعم. ولكن إحنا كمان بهمنا يكون إعلام يقول الحقيقة. نعم. بغض النظر عن كل الأطراف، وهذا صعب وهذا يعني يواجه بصعوبة. لكن يعني أعطيك مثال بسيط. نعم. إحنا اليوم عندنا كلمة المعمدانية، كلمة مش مرفوضة، مستشفى المعمداني، مدرسة المعمدانية في الأردن، ولكن لأنها مش في القائمة 13 طائفة في الأردن ما بنحترمها، ما بنعزمها. نعم. ما بنخليها تحكي بالاحتفالات الوحدة المسيحية. نعم. ليش؟ ما هم مسيحيين، يعني انه لازم كل مسيحيين بس يكونوا على لون شكل واحد. طب لو لنا كلنا شكل واحد. نعم. كان بكون كنيسة واحدة. نعم. كون في اكثر من كنيسة، ما في اسود وابيض وبدنجان وخيار وفقوس، نحن مسيحيين ونحن عددنا قليل،
نحن من حاجة للوحدة، الوحدة هي بتقوينا، وحدتنا هي أساس قوتنا. لكن للأسف هناك نظرة أنا بعتبرها نظرة خاصة، نظرة أنانية، إنه أنا بس الوحيد اللي صح والباقي غلط. يعني خلينا يكون عنا شوية تواضع، نتقبل الآخرين بروح المسكونية اللي أنت حكيت عنها. بالنسبة لإلي أنا أسبوع الوحدة كتير هام، وبحبه كتير هذا الأسبوع، خاصة أنه بالسنوات الماضية كنت أبدأ بالتحضيرات لهذا الأسبوع من بداية شهر 12، أتابع مجلس كنائس الشرق الأوسط الكتيب اللي كانوا يحضروه على أساس أشوف الثيم تبع الرمزية تبع هاي العام، أنه شو عن شو رح يكون. فهذه السنة يعني تابعت كمان من بدايتها شو الآية اللي ماخدينها كرمز، وفعلا هي بتناسب الوضع الحالي اللي احنا عم نعيشه. ميزة هذا الأسبوع لما أنا بتابع كنت مع كل الكنائس، رؤساء الكنائس، وأتابعهم شخصيا إن كان هاتفيا وإن كان بالزيارات، منها زيارات معايدة ومنها كانت إنه للتواصل، خاصة خلال هالسنة بتعرف مناسبات كتير بنغطي لهم أداديس إلى آخره، بتكون هالزيارة الودية، وزائد إنه للتحضير لاحتفالية الوحدة. احتفالية الوحدة كانت بالنسبة لي تحدي إني أجمع كل هالكنايس إنه بوقت واحد بساعة واحدة وكلهم يكونوا قادرين، خاصة إنه عم بتسائب بين العياد الأعياد الميلاد الشرقية والغربية، أوات الغربي والغطاس، عيد الغطاس الغربي والشرقي، فبيدخل أسبوع الوحدة ما بين الاحتفالات التانية. وبعدين في عنا احتفالات المغطس، يعني كل كنائس بتنزل على المغطس، فأحيانا بيكون رؤساء الكنائس غير متفرغين لهذا الاحتفال، فبحاول بكل الجهود إني أجمع الكل وما حدا يعتذر، يعني ما حدا يقول لي ما بقدر عندي كذا عندي كذا، كنت أطوع هالزمان وهالمكان لخدمة الجميع. فممكن هني بعض الأحيان إنهم يحضروا زي ما تقول إنه فقط مش ما بدهم يكسفوني لأنه شايفين التعب اللي عم بتعبه عشان إني أرضي الجميع. وكان يصير هذا الاحتفال، ف يعني الأسبوع الصلاة له كتير مكانة خاصة عندي. المكانة مظبوط انه كنا التنظيمية، وايضا كمان انه العبرة الرسالة من هذا الاسبوع وحدة الكنائس. احنا دائما بنقول وحدة بكسر الواو، هي الوحدة، الوحدة انك انت تكون تجمعهم ببوتقة واحدة، بمحبة واحدة، بكيان واحد، بجسد المسيح الواحد. فهذه ميزة أسبوع الوحدة، وهذا دائما اهتمامي بهذا الأسبوع، ودائما بتابعه أبونا، فيعني مش غريب أني أكون مصرة على الأسبوع أنه ينجح بكل الإمكانيات. كثير حلو. صلوا كل حين، هاي المرة صلي، ظل تقرأ براسه، أصدقون بالمصلاوي تقرأ براسه، دق براسه ما، وصلوا بثقة ورجاء. يعني الصلاة على جميعا الآن وإلى الأبد. ارفعوا أفكاركم إلى العلا.
لله من السماء وباركنا. الأردن بفلسطين يعني كثير فيها الحضور الموسيقي القوي اللي كان آنذاك السيس، ولا أنت كيف شايف؟ يعني حضورنا ما انقطع من فجر التاريخ. نعم. كمسيحيين نحن أحفاد الرسل. نعم. وكنائسنا موجودة وتشهد حتى الآن. نعم. فإنه نحتفل بكنائسنا الأثرية، هذا إحياء لتراثنا وإحياء لوجودنا وتأكيد على رسالة الظهور، ظهور الله، الله ظهر لنا بواقعنا. صح. وهذا واقعنا لازم نحتفل فيه. نعم. يعني بعد 1500 سنة إذا بنحيي هالأثرات هذه ونقيم فيها نرفع الصلوات، يعني إشي كتير كتير مفخرة خاصة. الحمد لله، يعني بقول هالبلاد اللي إحنا المنطقة الشرق الأوسط أو البلاد العربية إن كان بالأردن بفلسطين، يعني كتير فيها الحضور المسيحي القوي اللي كان أنا ذاك السيس، ولا أنت كيف شايف؟ يعني حضورنا ما انقطع من فجر التاريخ. نعم. كمسيحيين نحن أحفاد الرسل. نعم. وكنائسنا موجودة وبتشهد على الحكي هذا. نعم. فإنه نحتفل بكنائسنا الأثرية، هذا إحياء لتراثنا وإحياء. نعم. لوجودنا وتأكيد على رسالة الظهور، ظهور الله، الله ظهر لإلنا. نعم. بواقعنا. صح. وهذا واقعنا لازم نحتفل فيه. نعم. يعني بعد 1500 سنة إذا نحيي هالأثرات هذه ونقيم فيها نرفع الصلوات، يعني إشي كتير كتير مفخرة خاصة عندنا هون بالأردن. فإحنا شاكرين لهالحكومة ولهالدولة الأردنية إنها برضو تعيد النظر في الأماكن المقدسة، التاريخ المقدس المسيحي الموجود على هذه الأرض، إن كان بنهر الأردن في الاحتفالات. نعم. المقتصة إنها نعمة كبيرة، إقامة الصلوات على ضفة النهر وإعادة هذا، يعني رمزية هالأحداث اللي إحنا طبعا حياتنا المسيحية معتمدة عليها. طبعا يعني إحنا بتعقيبا على كلامك، نحن اليوم بالأردن عمالنا بنحيي الكنائس. نعم. والحكومة مشكورة عمالها بتدعم إحياء الكنائس. نعم. حتى نكون كلنا بنسيج واحد. وجودنا على نهر الأردن هو تأكيد لرسالة يسوع. نعم. بس كمان تذكير لإلنا برسالة يوحنا المعمدان. نعم. توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. نعم. بالفعل. وهذا لازم دائما نرجع ونأكد على حالنا، نمهد الطريق مع يوحنا. نعم. خلال الفترة الماضية، خلال العشر سنوات الماضية، احتفالات الوحدة بلشت يعني تاخذ طابع مسكوني الحمد لله بالأردن. يعني عم نشوف، كان سابقا شوي كانت المبادرات يعني بديش أقول ضعيفة لكن كانت هيك خجولة، لكن من عشر سنين بلشت المبادرات تظهر ويصير فيها الاحتفال المشترك والتحضير له خلال بالأردن. فكيف ترى موضوع الوحدة؟ وبعدين نيجي على هذا الموضوع لهذا العام ندخل فيه. يعني موضوع الوحدة الكنسية موضوع مهم ولكنه شائك للأسف. نعم. نحن عمالنا نحتفل ومنتحاور مع بعض ومنحكي. نعم. مع بعض. الوحدة الكنسية، الحركة المسكونية قطعت شوط كتير كبير، ولكن. نعم. هذا لا يعني أنه احتفظلنا. نعم. فوجودنا بهالأسبوع حتى نصلي مع بعض. نعم. هو نعم احتفال، بس تذكير لأن إحنا بحاجة أن نتوب. نعم. نتوب عن هالخطية اللي عمالنا منحطها بجسد المسيح. نعم. نقسم جسد المسيح، قسمين جسد المسيح بأفكارنا، ومنبتعد عن بعض من خلال افتراقنا واحد عن الثاني. فهالصلاة هذه بتذكرنا دائما. نعم. يسوع واحد. بتذكرنا دائما الكنيسة واحدة. وبحاجة إنه نرتب أمورنا حتى ما ننسى هذا الأمر، ما ننسى إنه يسوع واحد وبيدعونا نكون في وحدة واحدة. قسيس،
لماذا نحن احنا الكنائس الشرقية يعني هذه الأنانية او الغيرة على كل منطقة غيرتها على كنائسها؟ يعني احنا هذا اللي عم بيصير عندنا انه الانفتاح على الكنيسة الأصلية مثلا بالبلد هون بالشرق الأوسط او بمنطقتنا الأراضي المقدسة، بتلاقي كل كنيسة بتحاول انها تحمي وجودها وهيمنتها على الآخرين، وكان بتقول لك أنا هون الأصل، أنا قبلك، أنت أجيت بعدي. أنت أجيت بعدي. فهون رسالة الوحدة، هل هذا الحق مشروع أم هنا رسالة الوحدة؟ إنه مش غلط أنت الكنيسة الموجودة كنت بالأصل ككنيسة مثلا كنائس شرقية، جاءت إلى المنطقة كنائس أخرى وانضمت إلى العائلة الكنسية لنكون مع السيد المسيح واحدا، هل موضوع الوحدة عم بينطلق من هذا الـ يعني هذه المسار؟ الخوف على تراثنا والخوف على من عدم يعني ما بنفتح نفسنا حتى نشوف الآخر هو جزء منه، بسميها أنا عقدة الأقلية. نعم. منحس حالنا وكنا احنا ضعاف، بدنا نحمي حالنا، بدنا يعني بدنا ندير بالنا على حالنا حتى ما نضيع. الافضل منا نفكر ونثق بالله اللي خلال تاريخنا المسيحي اعتنى فينا. بكل الامور اللي مرت فينا الله دائما معنا، ورسالة المسيح رسالة الانجيل دائما منتشرة بكنائسنا برغم من إذا بدك هالضعف اللي ممكن نحس فيه. فانغلاقنا هو ضعف وليس قوة. نعم. انغلاقنا هو يدعو إلى انعزالنا وليس إلى وجودنا مع المسيح بين الناس. نعم. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، الكتاب المقدس بعطينا مثل كتير مهم في تقسيم العمل بيننا. نعم. وتوزيع الشهادة كل بحسب موهبته. نعم. بأعمال الرسل الأصحاح 15 بيجتمع المجمع الرسولي الأول ما بين الكنيسة في القدس برئاسة القديس بطرس والكنيسة اللي انتشرت في العالم مع بولس الرسول. وبيقسموا العمل بمحبة. اليوم بحاجة نرجع لهالفكر إنه وين قوتي حتى أفرضها وأخذ الدعم من الآخر، وبنفس الوقت وين قوة الآخر حتى أعطيه الدعم وأكون معه. مش لازم نكون نسخة زي ما حكينا. نعم. لازم نكون كلنا مكملين أحدنا للآخر، والله أعطانا مواهب مختلفة. نعم. حتى ننطلق فيها للعالم. غنى كبير لما نكون مع بعض ونتعلم من بعض.